السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أبناء وبنات طلاب الصف الثالث الثانوي. أتاحت وزارة التربية والتعليم موقع الخاص بتقديم طلب تظلم على نتيجة الثانوية العامة، سواء هتقدم طلب لمراجعة مادة أو أكتر من مادة، ممكن تقدم تظلم حتى ولو في جميع المواد، مفيش مشكلة. هسيب لكم الرابط الخاص بالموقع في الوصف أسفل الفيديو. هيطلب منك الرقم القومي والبريد الموحد اللي هو الحساب المدرسي الموحد اللي هو فيه اسم المحافظة بتاعتك، وكلمة المرور الخاصة بالبريد اللي هي أولها اس كابيتال وباقي الكلمة سمول. في تعليمات هامة جدا لازم نراعيها قبل ما نعمل التظلم. أول حاجة التظلم مجاني ومفيش مشكلة إنك أنت تعمل تظلم على مادة أو أكتر من مادة. مدة التظلم أسبوع، يبدأ من 21/8 وحتى الخميس 26/8. يتم تحديد المادة أو المواد المتظلم منها، طبعا هيكون متاح المواد كلها، ونختار المواد اللي عايزين نعمل تظلم فيها. لا يجوز التسجيل أكثر من مرة أو التعديل بعد انتهاء عملية التسجيل، يعني بعد انتهاء عملية التسجيل خلاص ما ينفعش تعدل في حاجة تاني. بعد كده هنتابع الموقع ده عشان نشوف نتيجة التظلم، فهنكتب الرقم القومي والحساب المدرسي الموحد وكلمة المرور ونضغط تسجيل الدخول. هيتم فتح النافذة دي اللي فيها بيانات الطالب، اسم الطالب ورقم الجلوس واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية والتخصص ورقم تليفون المحمول الخاص بالطالب، وكمان هنلاقي المواد. حدد المواد المراد التظلم فيها، هنحدد قصاد كل مادة في اختيار، هنختار المواد اللي عايزين نعمل تظلم فيها. وهنا بنلاقي كمان مربع تقدر تكتب فيه سبب التظلم بتاعك. بعد ما احدد المواد وبكتب سبب التظلم بعمل ارسال للطلب. بيتم فتح النافذة دي اللي فيها تم حفظ طلب التظلم بنجاح وعدد المواد اللي عملنا فيها تظلم او طلبنا فيها التظلم، وبلاقي اسم المادة وتاريخ تقديم الطلب وحالة الطلب، ويتم الاستعلام عن طلب التظلم من نفس الموقع ده بنفس البيانات. بالتوفيق لأبنائي وبنات الطلاب. لو أول مرة بتشوف القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.